السلام عليكم. وهذا الراجل هذا اللي ماشي مشينا بزاف اخونا طيب خلق الله، ودربنا قديم وتزادت هنا انا ونويا وكبرت نصغير كنشوفو كيكبر قدامي فمشيني، يعني راجل بيه خير ما كيكمي ما كيشرب بالفجر ما كيزقلوش، يعني الصلاة والدين في وقتها فمشيني، وكنسمع بحالو كتنوض في الصباح ومساء كتلقاو شنق راسو كيفاش الله يعلم. انا باقي ما فاهمينش علاش دابا الله قال لي ودخلوا الصاير، قال لي راه سيمانه ما كيدويش مع دارو، كان كيدوي معهم شحال هادي دابا سيمانه كيسولوه تقول له مالك ما كيبان لهم، تبان لهم داخل راسو بحال دخل راسو بزاف فهمتي، ديك العباد دخل راسو بحال كيجي اكتئاب بحال كيجي اكتئاب ديال اي كيما جات دابا مسكين دابا شوف سيمانه ما كيدويش، شوف المرض اللي طرا عليه في راسو ولا باش حاس مسكين ولا هادي، وفي الاخر حتى ولا مسكين فهمتيني شان راسو، وكتب لهم رساله ودار لهم فيديو باش ميجيوش منين يجيو البوليس ما يبداوش يحقوا مع دارهم ولا يعدوا دارهم كرفصهم طلعوا هبط فهمتيني، دار لهم ورقه ودار لهم مسامح كريم وقال لهم دخلوا التليفون غاشوفوا الفيديو علاش نجاحش فهمتي، يعني السيد عرف راسه بالقوى العقليه مشى وقال لهم انا مسؤول على راسي في الشيء اللي درت فهمتي، ومسكين هو اللي عارف هو اللي عارف فهمتي هو اللي عارف ماله، حنا ما كتعرفوا عليه بخير فهمتي، كنت تسمعوا انت حرة.